السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الموقع ده تقدر تحمل ملفات خاصة بالمناخ لأي مدينة. طبعا الملفات دي بتشمل ال EBW بتاعة ال Energy Plus Weather Format، ال CLM بتاعة ال Weather Format، ال WEA تبع ال DSM، ال DDY بتاعة ال ASHRAE، ال Rain وال State. تقدر مجرد بس إن أنت تيجي هنا وتبدأ بقى تختار، هل انت موجود في افريقيا ولا اسيا ولا ساوث امريكا ولا نورث امريكا ولا اوروبا. ولا طبعا هنختار مثلا افريقيا. طيب انت بقى في نورث افريقيا ولا اوسين ساوث؟ طيب خلينا مثلا نكتب ايجيبت. هيت كل الحاجات دي خاصة بايجيبت، دي خاصة مثلا بأسوان. طيب نكتب كايرو هيت، تمام. طيب لما تيجي تقول له انا عايز احمل الملف، بيبدأ بقى يقول لك انت عايز انهي ملفات. هو هتعرف في ملف مضغوط بتلاقي فيه كل الامتدادات اللي انت عايزها، بحيث ان البرنامج يبدأ يتعرف على درجات الحرارة الخاصة بالمنطقة اللي انت عايز تدرسها. طيب خلينا نبدأ نحمل مثلا الملف دوت داونلود. زي ما تشوف المساحة بتاعت الملف صغيرة خالص، في ال EBW والDDY والCLM والRain والSTATE والWEA.